راجعا هنشوف الرئيس هو بيتكلم بقى عن ايه اللي تم في العامين الماضيين فيما يتعلق بالكهرباء اللي حصلنا عليها بشكل اصبحنا حتى حققنا منها اكتفاء ذاتيا، وعندنا فائض هيتيح لمصر زي ما اعلنا قبل كده ان هي تستطيع حتى انها تتحول الى قوة انتاجية، وكمان موضوع الغاز وبعض الانجازات التي تمت العديدة والمتعددة، بالاضافة الى كمان رؤيته للسكة الحديد وتطويرها. انتوا عارفين السكة الحديد هي وسيلة انتقال الغلابة، لكن الموروث القديم والتآكل اللي حصل فيها طيلة السنوات الماضية يعني تآكل رهيب، وعشان كده هو قال لوزير النقل أنا مش هزود أسعار السكة الحديد إلا لما يبقى عندي سكة حديد حقيقية زي اللي كنا بنشوفها في الأفلام الأبيض وأسود. في خلال بقى السنتين اللي جايين دول هيكون عندنا خلصنا موضوع الغاز وبقى في فائض بفضل الله سبحانه وتعالى، نتكلم على اللي هو في ايدينا بالفعل، هنكون خلصنا شبكة الطرق وتطوراتها، هنكون خلصنا المرحلة الأولى من كل المدن اللي احنا أعلنا عنها. يعني الـ40,000 فدان المرحلة الأولى في العاصمة، في العالمين المرحلة الأولى بطول 14 كيلو بعمق كيلو، ثم مدينة الإسماعيلية الجديدة تكون خلصت المرحلة بتاعتها كلها ال 52,000 أو 58,000 شقة، ثم مدينة شرق بورسعيد أو مدينة السلام اللي احنا سميناها تكون خلصت المرحلة الأولى، ثم ننطلق على الصعيد الست مدن اللي بنتكلم عليهم نكون خلصنا المرحلة الأولى بتاعتهم. في نفس الوقت هنكون خلصنا كل الجامعات اللي احنا اتكلمنا عليها خلال اليومين دول وتطوير المستشفيات اللي احنا اتكلمنا عليه، ثم طبعا مصانع ان شاء الله خلال الاسبوعين ثلاثة الشهر اتنين ثلاثة اللي جايين دول هتجدونا بنفتتح مشروعات انتوا هتشوفوها بالفعل في الصعيد وفي اسيوط وفي حتة تانية من الجمهورية لصالح هذا الشعب. ف 30/6 هيبقى الواقع مختلف خالص، تكون الحكومه راحت في المكان الجديد بعد ما عملنا كل الاجراءات الخاصه باعداد وتاهيل وبناء المنظومه الخاصه بيهم. بنتكلم على البنك المركزي والبنوك تكون راحت ان شاء الله خلال السنتين دول، راحت في العاصمه الجديده وحاجات كتير قوي، وفضينا ما امكن القاهره من حجم ضخم من الزحام اللي موجود فيه. في نفس الوقت هنكون احنا خلصنا ان شاء الله ان شاء الله تطوير السكه الحديد. تطوير السكه الحديد لما جه السيد وزير النقل من شهرين كده قال لي نرفع الاسعار. نرفع الاسعار. فقلت له لا. قال لي قلت له وانا بقول لكم يا مصريين لن ارفع اسعار السكه الحديد الا اذا كانت المحطات خلصت والخطوط خلصت والجرارات الجديده والعربيات الجديده وشكل مصر يكون غير اللي احنا فيه ده خالص. غير كده خلينا قاعدين. هنجيب لكم بعد شوية الجزء اللي هو بيتكلم عن انه الرئيس عايز سكة حديد زي السكة الحديد اللي كنا عربات النوم اللي كنا بنشوفها في الافلام القديمة دايما، اللي هي كيف يمكن ان نصل الى سكة حديد متطورة زي اللي كانت موجودة زمان، الناس فيها تبقى مرتاحة والعربات فيها تبقى متطورة، وبعد كده يبقى لو في تفكير في زيادة أسعار التذاكر بما يلائم
الخدمه، لما تكون في خدمه مميزه ده ممكن يبقى فيه تفكير في كده، انما الهدف الاساسي هو ازاي تبقى عندنا سكه حديد متطوره. كل القضايا